في مشهدين مهمين قوي في الاتفاق الأخير ما بين السيسي وإسرائيل. الجزء الأول، ودي نقطة مهمة جدا، في صحفية إسرائيلية مراسلة لقناة 13 العبرية اسمها موريا عساف. موريا عساف ظهرت في التلفزيون الإسرائيلي وقالت خبر مهم جدا. الخبر ده لازم نقرأه في إطار تقرير وول ستريت جورنال عن الاتفاق الأخير بين السيسي وإسرائيل. إيه هو؟ قالت إن في مسؤولين كبار من الموساد ومسؤولين كبار إسرائيليين وصلوا إلى مصر للاجتماع بقيادات مصرية. ليه يا ست عساف؟ جايين يعملوا إيه؟ قالت القصة مش متوقفة فقط عند محور فيلادلفيا. القصة ملاش علاقة فقط باحتلال إسرائيل من عدمه لمحور فيلادلفيا، لا، ده هم جايين عشان يتكلموا عن أدوار لها علاقة بالوساطة المصرية والاتفاق على بعض النقاط الأخرى المتعلقة بتأمين الحدود. يعني جايين يقنعوا السيسي بالنقطتين الأخرى اللي وول ستريت جورنال قالت عليهم. فإحنا عندنا صحفية إسرائيلية بتطلع صوت وصورة تقول ضباط من الموساد وضباط إسرائيليين جايين يقعدوا مع السيسي ورجالته عشان يتفقوا في نقطتين اتفقوا عليهم ونقطتين لسه، فهم تقريبا جايين يقنعوا بالنقطتين اللي لسه، اللي هم ايه؟ ان الطيران الاسرائيلي يدخل سينا براحته يدور، وانه لما يعرف ان حماس بتحفر انفاق يبعت لهم يقول له. لما انا قلت قبل كده ان الراجل ده موظف عند اسرائيل في عصر الاتحادية ما كنتش ببالغ، ما كنتش غلطان، لان الراجل ده فعلا باع كل حاجة، باع نفسه وباع الخلفية العسكرية بتاعته والبدلة العسكرية بتاعته وكل حاجة. الراجل الجماعة بتوع الموساد اللي رايحين له في الغالب هيقنعوه، هي إما بفلوس إما بتهديد إما بعمل لك مصلحة مع صندوق النقد، إما الاتحاد الأوروبي يزود القرشين بتوعك شوية، إما بأي حاجة. إنما خلاصة الموضوع إنه هيوافق، هيوافق وهيقبل بده بالمناسبة، لأنه عبد الفتاح السيسي آخر ما يفكر فيه هو السيادة المصرية، آخر ما يفكر فيه هو الأمن القومي المصري، آخر ما يفكر فيه هو مصلحة المواطن المصري، آخر ما يفكر فيه هو مصلحة المواطن الفلسطيني. ده عبد الفتاح السيسي باختصار شديد. فهنا ضباط الموساد وفقا لموريا عساف مراسلة القناة 13 الإسرائيلية قاعدين مع عبد الفتاح السيسي. طيب رحنا بسرعة على المصادر الرسمية المصرية، فلقينا إيه؟ فلقينا القاهرة الإخبارية كالعادة بتنفي، وقد نفى مصدر رسمي مسؤول الأخبار التي تتعلق بأن هناك محادثات مع الجانب الإسرائيلي تتعلق بمحور فيلادلفيا. طب يا جماعة القاهرة الإخبارية ما نفتوش ليه القصة بتاعت الضباط الإسرائيليين اللي جايين له؟ ما نفتوش ليه القصة بتاعت المسؤولين الإسرائيليين اللي عايزين يتفاوضوا مع السيسي؟ محدش نفلنا القصة دي ليه؟ طالما انتوا ماكينة نفي كده للأخبار الرسمية اخواننا في القاهرة الإخبارية، يعني ما تنفلنا الموضوع ده. يعني انتوا ما شاء الله عندكم مصادر وبتاع، روحوا اتكلموا مع مصادركم وقولوا لنا هل في وفد من الموساد ووفد إسرائيلي وصل مصر وقعد مع عباس كامل ومحمود عبد الفتاح السيسي والسيسي عشان يقنعوه بفكرة دخول الطائرات الإسرائيلية سينا، ويقنعوه انه هو يبلغهم عن اي حفر الانفاق اجهزة الاستشعار تلقطه ولا لا؟ احنا منتظرين الاجابة من القاهرة الاخبارية، وهنصدقكم يا جماعة، اللي هتقولولنا عليها نقول لكم ماشي تمام خلاص، هما يعني احنا مقتنعين. النقطة التانية، الكلام بتاع موريا عساف دي بيفكرنا بتقرير كانت معاريف الاسرائيلية اتكلمت عنه من اسبوعين، لما ذكرت معاريف الاسرائيلية ليه اسرائيل بتفضل مصر النظام السيسي ان هو يبقى الوسيط مع حماس وما بتفضلش قطر. حذر فذر ليه يا جماعة؟ والله حد يقول لنا في التعليقات كده، ليه اسرائيل دلوقتي بتفضل التعامل مع السيسي كوسيط للضغط او التفاوض مع حماس على انها تتعامل مع قطر؟ ها، هل يا ترى لانه مثلا حماس بيحبوا السيسي؟ هل يا ترى لانه الفصائل الفلسطينية بتسمع كلام السيسي؟ هل يا ترى لأنه المكتب السياسي لحماس في الخارج مقيم في القاهرة؟
هل يا ترى لأن الفصائل الفلسطينية تربطها علاقة وثيقة بعبد الفتاح السيسي والمخابرات العامة المصرية؟ ليه يا جماعة؟ ها؟ ليه؟ لأنه عميل، لأنه موظف عندهم، لأنه زيهم، لأنه شبههم، لأنه شغال عشان مصالحهم، لأنه بيعرف يضغط على المقاومة ويبتزها عشان يوصلهم للي إسرائيل عايزاه، لأنه بيعرف ياخد من فصائل الفلسطينية كل اللي إسرائيل عايزاه، لأنه الراجل مسلم أكتاف لإسرائيل، لأنه الراجل لا يناقش ولا يجادل يا أخ علي. الراجل بيسمع اللي نتنياهو بيقول له عليه وبيقول له أمين. ده عبد الفتاح السيسي يا جماعة، عبد الفتاح سعيد خليل السيسي، مش كده ولا ايه؟ ما هو الجماعة في اسرائيل هم اللي بيقولوا احنا بنفضل السيسي ما بنفضلش قطر. طب اقول لحضرتك على حاجة تانية، سؤال كده، هو لو قيادات المكتب السياسي الحماس موجودين في القاهرة مش في الدوحة، فكر معايا كده، هل اسرائيل قادرة انها تغتالهم؟ هل اسرائيل قادرة انها تنفذ عملية ضد قيادات حماس لو هم في القاهرة؟ أرد عليك أنا، إسرائيل مش هتحتاج، لأنها لو عايزت تخلص منهم، لو احتاجت تخلص منهم هتقول للموظف بتاعها خلصنا من الناس دول فهيخلصوا منه. وعلى فكرة هيعمل كده وهو في غاية السعادة والهدوء والطمأنينة والبجاحة، وهيطلع يتكلم ولا كأن حاجة حصلت، وممكن يقولك إن هم كمان مجرمين وخطر على الأمن القومي وإحنا كان لازم نغتالهم. حد كتب هو السيسي اللي هيغتالهم. لو كانت قيادات حماس في القاهرة لاغتالتهم إسرائيل كما فعلت في لبنان، الموضوع بالنسبة لهم يبقى سهل يعني، ويمكن السيسي هو اللي كان يغتالهم زي ما بقول لحضرتك. طيب، فنقطة ضابط الموساد كانت مهمة أوي. النقطة بقى المهمة أو يمكن الأهم في الموضوع ده كانت إيه؟ تقرير وول ستريت جورنال نزل مبارح 7 يناير 2024. الخطة الإسرائيلية دي أعلنت قبلها بيومين أو بثلاث أيام، يعني طلع جالنت أعلن إن إحنا عندنا خطة ما بعد حماس. الخطة دي فيها إنه مصر هتعمل 1 2 3 4، مصر هتنشئ سياج حدودي قوي وفي كهرباء وفي أجهزة أمن إلكترونية ومش عارف إيه، مصر هتعمل لنا أجهزة استشعار للأنفاق، مصر هتبلغنا بالموضوع، مصر هتقول لنا على انه قيادات حماس خارجين او داخلي. جالنت قال الكلام ده، جالنت اتكلم واعلن الكلام ده من 3 ايام او من يومين. حضرتك عارف ده سؤال مليون دولار، لما يطلع وزير دفاع دولة او رئيس حكومة دولة او رئيس اركان جيش دولة يقول لك انا عامل خطة متعلقة بالحدود بتاعتك، دورك فيها انك تحفظ الامن بالشكل اللي انا بقوله لك، انك تعمل سور وتكهربهولي وتعمل قرون استشعار وتبلغني. تخيل معايا بس، فكر معايا، في اهو مسؤول في دولة اخرى قال لك الحدود بتاعتك انا هعمل فيها كذا وانت هتعمل كذا. انت كرئيس دولة في الوقت ده، انت كعبد الفتاح سيسي، انت كقائد اعلى للقوات المسلحة المصرية بحسك وخلفيتك العسكرية الرهيبة، المفترض تعمل ايه؟ المفترض ترد عليه، المفترض تقول له حاجة، المفترض تقول له عيب اختشي ما صحش، المفترض تقول له هذا تدخل سافر في الامن القومي، هذا تعدي على السيادة المصرية، لا يمكن ان نقبل، مش ممكن، احنا مش قابلين حاجة زي كده. متحدث عسكري يطلع يتكلم، الاعلام بتاعك يتكلم، اعمل اي حاجة، طلع بيان رسمي، وزير الخارجية يشجب يدين، طلع وزير التعليم يقول حاجة، طلع وزير المالية مثلا، طلع اي حد يا شيخ، طلع اي مسؤول يعلق على البلطجة الاسرائيلية على مصر، طلع اي حد يقول لجالنت اقف عندك، إناف، انت بتقول ايه يا بني ادم، مصر ايه وحدود ايه، انت بتملي علينا ما سنفعله. مش كده يا جماعة، مش ده بالمنطق، والله اتفق او اختلف مع السيسي، مش ده بالمنطق، سواء اسرائيل اللي قالت كده او قبرص او موزمبيق او تشاد او اي دولة. لو اي مسؤول في اي دولة اتكلم على حدود بلدي وقال انه هيدير الحدود دي بشكل الفلاني، وقال ان انت كمصر مفروض تعمل كذا، فانت المفترض ترد،
لو انت متفق معاه هتقول له امين، لو مش متفق معاه هتقول له الزم حدك وبلاش قلة ادب، صح؟ عارف عبد الفتاح السيسي عمل ايه؟ اول رد فعل من عبد الفتاح السيسي على الاتفاق الاسرائيلي والخطه الاسرائيليه، عارف عمل ايه؟ راح المدينه الرياضيه معسكر المنتخب المصري، قابل كهربا قال له انا حاسس بالكهربا، قابل محمد صلاح قال له ايه يا محمد ازيك ومش عارف ايه، وانا مستنيكوا تجيبوا الكوره واللي ماضيين عليها، وفي قول اخر ترجعوا بالدولارات، معرفش الكلمه ما كانتش واضحه، ناس قالت انه مستني الكره اللي هتكسبوها وماضيين لي عليها، وناس قالت بالدولارات، يعني في ناس ترجمت الكلام كده. ففي الوقت اللي الامن القومي المصري بيتهدد من قبل جالنت، وبتنشر الصحافه الدور المصري، عبد الفتاح السيسي كان راح للمنتخب المصري عشان عنده موقعه في كاس الامم الافريقيه. حضرتك متخيل معايا صح؟ ده قائد الاعلى للجيش يا جماعه، ده كان وزير الدفاع ومدير المخابرات الحربيه السابق، ده رئيس الجمهوريه، سيء الذكر عبد الفتاح السيسي. طب ازاي؟ طب ليه؟ طب انت بتهبب ايه؟ منتخب ايه دلوقتي؟ منتخب ايه؟ منتخب ايه يا راجل؟ ها؟ ازاي طيب؟ طب اطلع رد على جالنت، اعمل مؤتمر صحفي، قول للناس الكلام ده مش مقبول، طمنا على الحدود بتاعتنا، احنا ليه بنعرف اخبارنا من بره؟ رايح لمحمد صلاح ومنتخب مصر تقول لي كسلوا يا جماعه انا بشجع كوره والله، ويمكن اتفرج على المنتخب، مش دي القضيه، عشان ما يدخليش واحد متخلف يقول لي الكوره منتخب بلدك، ويقعد ينظر علينا بالبتاع بالوطنيه والكلام الفارغ ده. فبس يعني المزايدات دي هي الكلام الفارغ مش الوطنيه. فانت رايح تعمل ايه في وقت زي ده؟ هل ده الوقت اللي رئيس الدوله يروح لمنتخب الكوره عشان يقول لهم ربنا يوفقكم في كاس الامم؟ ولا ده الوقت اللي رئيس الدوله يقف فيه كده ويقول يا جماعه الخير ما ينفعش الكلام ده، لازم اسرائيل تلزم حدها؟ فدي الحقيقه كانت يعني حاجه تانية خالص من الحاجات اللي الواحد استغربها جدا يعني. فده كان الملخص بتاع الاتفاق الاخير، الفضيحه بتاعه عبد الفتاح السيسي واسرائيل، واللي هنشوف البندين الاخاره هل زياره الموساد فرقت فيهم ولا لا.